كان العرب قديما يقيمون مسابقات شعرية لإلقاء القصائد لكي يروا أكثرهم فصاحة في اللغة العربية. هذه السنة بما أننا لا نستطيع أن نلتقي، دعونا نستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء اليوم العالمي للغة العربية. استمتعوا بهذه القصائد من لقاء سلمان وخالد وأخبرونا رأيكم في التعليقات. جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بصمة الرب في أرضه، ويا وجهه الضاحك القسمات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو ذروع الحياة، ويا صفحة خط فيها البقاء بناري ونوري جهاد الأباء، ويا للبطولات تغزو الدنا وتمنحها القيم الخالدات. أوراسو يا خبزي وديني، يا عبادة كل ثائري، افتح ذرائك للجزائري في يوم عراس الجزائري، فعلى خيول الريح أسراجنا وعلقنا المنائر، وأتت عروس الشعب ترفل بالكواكب والأزاهر، إن دفعنا مهارها مليون ثائرة وثائر، وعلى صباح جبينها الوضاء أشعلنا المباخر رفعا من الشهداء، ليس تائه ذاكرة الماثر، ومن الدم المسفوح حنينا الأنامل والدفائر.